عسلامة. مرحبا. قديش عمراتكم؟ 16 17. بقيت تتكيفوا ولا ايه؟ لا اي كيفاش نجموا نبطلوا الدخان؟ ما تنجمش تبطلوا ما دام تخل تكيف صحيح. انت مازلت صغير معناتها كي ساعه تنجم تبطلوا؟ انت تقول تنجم تبطلوا ما واحد كيجرب ماشي يعني بسيب باش يبطل. تلقى حاجه تنجم تبطل لك الدخان تعملها ولا خلاص خاطر مضر اصلا. انت حاولت تبطلوا ولا حاولت او ما نجمتش؟ كيفاش حاولت؟ قعدت ايامات ما تكيفش، خرجت الصباح ماشي البلاصه يا اخي تكيف، ما فقتش بروح بعديك بعد شعلت سيجار وكملت وفقت. ما تقولش ياش بي سيجار ويحكم فيا. قلت قشمر هاب نجمش ينام ما قيش ينام كاو. انت علاش وليت تتكيف؟ كيفاش تعلمت؟ ريت ولد الكلاسيك بشوي بشوي في القهوه وليت نكيف كاو. كيفاش بديت؟ كيما بديت تبطل راه بديت يعني من سيجار ومن سيجار وزوز ثلاثه الباك وكاو كاو وليت نكيف. وليت باكوك هكاك كاو. معناها العبد كي يتكيف يبدا فرحان ويبدا متغشش كل وقت وقته. انت وقتاش تكيف؟ الاوقات الكل ولا كتبدا متغشش ولا كتبدا فرحان؟ نبدا يعني قاعد نكيف في اي وقت. قداش تتكيف النهار؟ نهارش 12 13 14 كاو. مش برشا؟ العباد كيف الزبكويت وثلاث عندك فيهم العباد كل واحد وبدنه كل واحد كيفاش يقاوموا. هي هكيك وما نحسش يعني ساعة ساعة يقلقني اما كاو عادي. اش قولك كانت في غدوة تقول راني ما عرفتش نتكيف؟ نجم نعملها اما يعني وين نعيش كل ما نجمش نبطل. ما تراش اللي ما ينجمش يبطلوا شخصيته ضعيفة؟ صحيح ومش هو راجل. حشيك كاو اي واحد اللي يبدا مع شي نجم يقص فيه خاطر تسانست بيه كاو. وانتي ما علمكش الدخان؟ علم روح. ما تنصحش صاحبك تقول له ما عادش تتكيف؟ انا ننصح فيه نتراني وينقص باكو ولا 15 بعد 10 يلقى روحه سي نحاها بسياسه بسياسه مش نحيه طول ما ينجمش مستحيل. قداش عندك انت تتكيف؟ 3 سنين. ملي قداش عمرك؟ نقرا 6 ايام هو العام في كوليش. مش مازلت صغيره؟ باس نقعد ديما صغير في بيه. وداركم في بالهم ولا؟ في بالهم بطلت وانا بطلت عندي تو جمعة مع شكايف كاو. يظهر لي ساعة التالي قاعدة تكيف. أنا؟ مش هي أنا. بيه شنية تعملوا في حياتكم؟ نقرا ونتراني. شنية تتراني وشنية تقرا؟ أنا تعديد الزيام ونتراني وباسكيت. ترينا باسكيت. أما أنا يعني عندي بعدنا برشا تراني. وشنية باش تعملوا نهار آخر؟ شنية باش تحب شنية تحب تولي؟ باسكيت. علاش باسكيت؟ خاطر حاجة نحب هوايتي هواية متاعي كاو. هي باسكيت جوي باسكيت نظيف الباسكيت خاطر كاو. هو الباسكيت في مخك ما فماش حاجة أخرى تحبش تطلع طبيب كيما الآخرين؟ باسكيت يعني ما تنجمش تنحي غرام التعب يبقى هو هو حتى تبدا تكره على الآخر وديما ترجع. تحب تخدم في تونس؟ لا علاش ليه؟ فرنسا في الامبيك ما تبدا في تونس من بعديك تمشي ما ما عندها وين توصل تونس باش تخليك في بلاصه لازمك توصل طول غاديك فهمت. تمشي كم حرقه؟ لا مش حرقه تمشي دي تيست ولا حاجه ولا دي ستاج نجمو غليت الحرقه ما فما برشا قاعدين يحرقوا يموتوا برشا قاعدين مازالوا كيما يموتوا برشا. علاش نخمم في الحرقه وانا كل شيء متوفر دار لبسه نخرج نتفرهد خير من العبيد اقل من العبيد صافو علاش نحرق؟ اعطيني سبب تو نحرق عادي حاجه به يا هادي. انا كي نحرق نزل معايا عمار. علاش تتفيه؟ لا هو صاحبي يحب يهز بابا معاه لما تحبوا يعرسوا قال لك غادي. علاش بوك يحب يعرس؟ حب على الاوراق وعندنا واحد. امك في بالها ولا؟ اي عادي كان يعيش في ايطاليا هو خاطر في مصلحتها بالطبيعة فتح موهبه غادي حاول يفرد شوية كاو العمر ماشي ويزيد ولازم يشوف الدنيا. وانت بالحق مخك في الحرقة؟ نلقى نمشي تبدا عندي فلوس نمشي علاش ليه وان علاش ما تمشيش بوراقك؟ هي غالية الفيزا شو قد ايه غلاها؟ مش غالية الفيزا شو قد ايه تقعد؟
هما يحقوا خاطر 15 يوم 20 يوم ونروح عليه بكره ايش قاعد نعم وبديك حتى كي نمشي نهرب ولا حاجه يعاودوا يجيبون مش خير من الحرقه اللي انت ماكش ضامن روحك توصل ولا ليه والله اعلم اللطف عليك نجم تموت كيما يعني كي في تونس شي رابحين معناها في تونس مش رابحين حتى شيء كيما قال صاحبك نقعد في دارنا ناكل ونشرب ونلبس وانا قاعد مرتاح نعملهم الكل وتقلق باش تخرج وما تلقاش حتى شيء لهنا مصباح انا ندورو لنا معناها انت تفضل الريسك يا اخي احنا عايشين في الريسك تاع ماكش في الريسك كيفاه مش في الريسك انت شنو الريسك اللي عايش فيه برشا حاجات خير من غيرك برشا راه كيفاه شوف الريف كيفاه يعيشوا يمشي حافيان باش يمشي يقرا انت تمشي في كرهبه في الشتاء ما تمشيش مالي نعرفك تقعد راقد فما برشا حاجات شوف مثلا حتى هاو في تونس ما نمشوش بعيد هاو في حديقه المنزل مسمينا ايه اسمها كرش الغابه شوف عبيد كيفاش تعيش ما مش لاقين ما ياكل فهمت برشا اسباب بكيد تقول في الحقيقه شنو رايك في اللي قالوا صاحب بي ومشو بيه هو تو خاطر يكون يحكي في تلفزة موضوع اما كي نقعدوا في قهوه ولا في باقة يتبدل برشا حاجات يتبدل الافضل قدام بوه حاجه مش حكيت قدام بابا حتى بابا يعرف صحيح مانيش نقعد في تونس اما مش بالحرق بقرايتي يخاف على روحه مش يخاف يخاف على روحك من الحرقه مش يخاف من الحرقه نحب نمشي نظيف مش 800 وواحد وكذا نجم واحد يوصل ونجم ما يوصلش اما خير تمشي بقدرك مطار نظيف معزز مكرم ولا تمشي ريسك وخايف وكذا ابسط حاجه الموتور يسكت بك في وسط المية تقعد هكاك شنو تمشي نهز شنو عندك باش تهز بالله تو انت مثلا تعوم موجه لهنا مثلا العباد تخرج وكذا السباحين اخرج وكذا راهي موجه داخل من غير ما تحكي معناتها هي زودياك مثلا مش تتقلب حكاوا لك على حرقه مش حكيولي نسمع خاطر انتو رجل نسكن حرقوا شعبية خاطر حومة شعبية مش بلايس راقية معناتها كل شيء يشوف فيه كل يوم حومة الروكان المعروف بالحرق هي عنده باب الواحد الموتور يحرق بيه متاع حاك او عنده علاش تفضح فيه ايه قلت حومة معروف الروكان كاو فما حرقة شو اللي نخدم فيها بحطيان صحيح ابسط حاجه وعنده 10 الناس كل في حي زور ولا معروف خونا قلت حومات اسمه سليم حرق مات الله يرحمه كيفاش ميت هما باش ينقزوا قال لك الباتو ما نجمش يدخل في بلاصه مسكره شوي لازمهم ينقزوا باش كبش امبريت يوصلوا من با 400 متر هو لا يعرف يعوم لا شيء نقز ما لقاش روحه مات فما برشا يحرقوا ما يعرفوش يعوموا باز الاغلبيه خاطر باش يحرق عبد جاهل كجيم الثقف هو اي واحد باش يحرق بالزهر يخلط ولا هكاك راه يا اخي مش تو الغربه وبحر وواحد يعني يعرف شي قادم شي يصير ينجم كيما يموت كيما يحيا عادي عنده كاو ديما سبق الخير ما تسبقش الخير ديما حط 50% باش توصل عليه حط 80% ماكش باش توصل و 20% ماكش باش توصل نص 100% انت ماكش معناتها ماشي فيوت ولا حاجه معناتها باش تمشي معناتها شقف فهمت برشا حاجه بي انت مثل كي تمشي غادي شنو باش تعمل نمشي نخدم اي حاجه نعمل الفلوس ونرجع لبلادي نهز امي واخواتي كا في الكار شتي امك واخواتك انت ضامنها معناتها انت غادي باش تخدم راه معناتها ادي باش تجي ماكش تقعد الدنيا الجنه طول باش تعرس تعمل اوراق تخدم مش تتمرمد غادي تمشي لايطاليا باش تقعد غادي معناها ما مش بدل باش تمشي لايطاليا في بالي تبدل عندكش اللونج على الاقل ليه باش تحكي في ايطاليا باش تحكي هاكي بليجي بالوامية مش تحكي فماش غادي عبيت توينسا معناها انت مشي مسافر باش تمشي تحكي مع توينسا عليه يا اخي اقعد احكي مع على الاقل برا المطار تلقى كلها مسافر اقعد احكي معاها هات الفلوس فلوس المطار ولا تاكسي السونتر فيما تفوتش 5000 6000